بيبدأ الفيلم مع ممثلة مشهورة وهي على الريد كاربت بتتكلم عن فيلمها الرومانسي الجديد. المذيع قال لها سمعنا ان في مشاكل بينك وبين حبيبك وشريكك في البطولة. فالك سرت له كل دي اشاعات، انا وحبيبي زي الفل مع بعض وما فيش اي مشاكل بيننا. بتبص حواليها لقت حبيبها واقف مع ممثلة تانية فغرت منها. الممثلة التانية قالت لها انا شفت حبيبك وطلع موهوب يستاهل يشارك معايا في افلام اكبر من افلامك. الك سرت لها ثواني كده يا بيبي، وراحت جايبه عصير مغرقاها بيه قدام الناس كلها، فالكاميرات ركزت عليهم. حبيبها اتخانق معاها عشان عملت كده وقال لها هو انت مش فاني ممثل كويس زيها ولا ايه؟ قالت له انت قبل ما تعرفني كنت بتعمل اعلانات لاكل الكلاب يا حبيبي، ما تنساش نفسك. قال لها حس كده بقى انا لازم ارجع للاعلانات دي وفركش معاها قدام الكاميرات في منظر مش لطيف بالمره. قالت له بس انت قلت انك بتحبني. فقال لها ما انا ممثل بقى وضحكت عليك وكده. في مكان تاني كان طالب الثانويه ديفيد بعد حصه الاستاذ والش بيطلب من كارولين انها تروح معاه لحفله التخرج. كارولين اتريقت عليه واستهزأت بيه ورفضت انها تروح معاه للحفله. ديفيد حس بالاحراج فهيدي صاحبه عمره قالت له فاضل مين تاني لسه ما رفضتش تروح معاك للحفله يا ابني، الحفله بعد اسبوع خلاص. فديفيد قال لها ما بقاش في بنات تانية في المدرسه اطلب منهم يروحوا معايا للحفله كلهم رفضوني. هايدي قالت له انت مهتم ليه بموضوع الحفله ده؟ مجرد طقس غبي ما فيش منه اي فايده. ديفيد قال لها انا بس عايز الناس تشوفني، انا السنين اللي فاتت كل اللي في المدرسه بيقللوا مني ويضحكوا عليا. هايدي قالت له يا حبيبي احنا خلاص هنمشي من المدرسه اصلا، مين هيبص لك دلوقتي حتى لو كنت هتخرج مع اليكس الين الممثله المشهوره لحفله التخرج. ديفيد قال لها هايدي يا بنت ابو هايدي اشكر جدا على الفكره العبقريه دي. وهو بيتفرج على الفيديو بتاع اليكس الاستاذ والش قال له ركز في الوجبه اللي عليك عشان ما تعملش حاجه الحصه الجايه. ديفيد قال له بما انك شخص لابق وبتعرف ترتب كلامك قول لي ازاي اقدر اطلب من واحده تروح معايا لحفله التخرج. والش قال له اتمنى تكون بتعرف تحافظ على الاسرار، واداله كتاب شعر هو اللي كان مالفه زمان عشان ياخد من كلامه الهام ويقدر يوصل للطريقه المناسبه. وقال لي ديفيد اياك اي حد يعرف اني كنت كاتب قبل كده يا ديفيد. لما الاخير مشى قبل انتصار جت وكانت عينيها على والش وقالت له على طاري حفلة التخرج اوعى تنسى ترقص معايا. صاحبة اليكس ومديرة اعمالها راحت لها البيت وقالت لها وانت هتفضلي حبسة نفسك في البيت كتير كده ولا ايه يا ماما؟ وبعدين انت نسيتي انك بطلة انجح فيلم رومانسي في البلد ولا ايه؟ فاليكس قالت لها الحب مش ظابط معايا غير في الافلام وبس، وكل علاقاتي في الواقع بتنتهي بكوارث، انا ما حدش عايزني لنفسي، كل اللي بيقربوا مني بيكونوا عايزين يستفيدوا من شهرتي وخلاص. صاحبتها قالت لها على الاقل عندك ملايين الفانز اللي بيحبوكي بيحبوا طبيعتك على فكرة. اليكس قالت لها خدي اتفرجي على كلام الناس عندي على السوشيال ميديا يعني هم فانز انتي. صاحبته هي بتقلب قبلت فيديو عامله ديفيد فقالت لها الحقي ده في معجب عمل لك فيديو مخصوص. شغلوا الفيديو وديفيد عرفها على نفسه وقال في جمالها اشعار وكلام حلو يلين اجدها بطايه، وطلب منها توافق انها تحضر معاه حفله التخرج بتاعته من الثانويه العامه. بعد الفيديو اليكس قالت لها ولد لطيف ابعتي له اي حاجه على توقيعه وخلاص. صاحبتها قالت لها لا يا بيبي الولد ده هو المنقذ اللي هيرجعك تاني ترند والناس كلها تتكلم عنك. اليكس قالت لها انا ما رحتش لحفله تخرجي، عايزاني اروح مع الولد ده لحفله التخرج بتاعته، انت اتجننتي ولا ايه؟ صاحبتها قالت لها فكري في الدعايه والاضواء اللي هتكون عليكي لما تفرحي الولد ده وتقبلي طلبه. وبعدين من يوم اللي حصل في الحفله وما فيش ولا دور جالك، فالموبايل رن وطلع لاعلان اكل كلاب. فاليكس قالت لصاحبتها قلتي لي الولد ده عايش فين بقى؟ تاني يوم الصبح ديفيد كان بيفطر مع عيلته عادي، فامه قالت له ما فيش جديد يا حبيبي؟ قال لها لسه ما ردتش على الفيديو بتاعي يا ماما. اخته القروبه الصغيره قالت له انت نكره يالا، ما حدش يعرفك غير انا وامك، عايز ممثله مشهوره زي دي تعبرك ازاي؟ الباب خبط فاخته اتفاجئت ان اللي بره تبقى اليكس الممثله المشهوره ومديره عملها. قفلت الباب في وشهم وقالت لماما واخوها ثواني وتجهزوا لان اليكس الين بجبروتها قدام باب بيتنا. فتحوا تاني وصاحبه اليكس كانت بتصور عشان تنشر للفانز بتوع الممثله المشهوره. اليكس قالت لديفيد انا شفت الفيديو بتاعك وموافقه اني اروح معاك لحفله التخرج. صاحبتها قالت لها معلش تعالي كده ادخلي في الكاميرا وقولي كده تاني عشان نصور للناس فرحه ديفيد بالخبر. دخلوا لجوه واليكس شافت الصور بتاعته وهو صغير فقالت له انت شكلك محبوب في المدرسه. اخت ديفيد قالت لها ولا محبوب ولا حاجه، ده مفيش حد طايقه وكل البنات رفضت تروح معاه للحفله. صاحبه اليكس قالت لهم انا هصور معاكم فيديوهات عن زياره اليكس للبيت بتاعكم عشان ننزلها على الحسابات بتاعتها، ده لو ما كانش ضايقكم طبعا. والد ديفيد لما طلع ياخد الجورنال اكتشف ان في صحفيين كتير قوي بره، فقال لهم مين دول وبيعملوا هنا؟ هايدي لما دخلت هي كمان تسال عن سبب وجود الصحفيين اتفاجئت بوجود اليكس معاهم. ام ديفيد قالت لهم هم عرفوا ازاي ان انتوا هنا؟ فاخت ديفيد قالت لهم معلش يا جماعه انا كتبت تويته من فرحتي. عشان يخرجوا اليكس من غير ما الصحافه تاخد بالها طلبوا من هايدي تديها دمعة وديفيد خرجها من باب خلفي. وقبل ما تمشي قال لها انا حابب اشكرك انك وافقتي لان عمري ما تخيلت انك هتشوف الفيديو اصلا. قالت له اوعدك انها تكون حفله احلى من خيال خيالك يا ديفيد. اليكس وهي بتعدي الشارع مش واخده بالها عربيه كانت هتشيلها، وطلعت اللي بتسوق بنت واللي بيعلمها سواقه الاستاذ والش اللي بيشتغل اكتر من شغلانه عشان يحسن دخله. والش قال لها انت كويسه ولا نطلب اسعاف؟ فقالت له لا ما فيش حاجه انا كويسه ما فيش اي حاجه. البنت قالت له انت هتسقطني في امتحان السواقه؟ فوالش قال لها اعتقد جوابك هيكون عندها هي مش
مش عندي انا. أليكس قالت له سامحة المرة دي. فوالش قال للبنت مش هسقطك، لكن عقابا ليكي هتروحي من هنا ماشي على رجليكي. وبعد ما البنت مشت قال لأليكس تعالي اوصلك للمكان اللي انت رايحه له على الاقل عشان ضميري يرتاح. وهو سائل العربية قال لها اشغل لك الراديو؟ فقالت له ماله. ولما لقت ان اخبار المدينة كانت تتكلم عن اخبار وصولها للمكان قفلت الراديو بسرعة. ولما لاحظت انه بيبص عليها كتير قالت له انا عارفة ان وشي مألوف بالنسبة لك، ده بيحصل معايا كتير في كل مكان. والش قال لها انا بصراحة شايف ورق شجر في شعرك وده اللي خلاني ابص مش حاجة تانية. لما وصلوا قدام الفندق قال لها ما تيجي اشربك قهوة عشان اعوضك عن الوقعة اللي وقعتيها على الشارع. أليكس خلعت النظارة وقالت له هو انت مش مشبع عليا خالص؟ قال لها بصراحة لا، ما اعتقدش اننا اتقابلنا قبل كده. قالت له انت ما بتشوفش افلام خالص؟ قال لها انا لا بروح للسينما ولا عندي تلفزيون في البيت، بس لو في حاجة معينة عايزاني اشوفها قولي لي اسمها وهتفرج عليها. قالت له انت شكلك بعيد قوي عن اللي بيحصل حواليك. والش قال لها انا كنت بخدم في الجيش ورحت لبلاد بعيد عن هنا ولسه راجع من سنة، فاعتقد ان في حاجات كتير فاتتني فعلا. أليكس قالت له قلت لي فين الكافيه اللي هتعزمني فيه بقى؟ لما وصلوا الكافيه كمل كلام وقال لها انه راجع لما عرف ان حياة ابوه انتهت وامه بقت عايشة لوحدها. رجعت اشتغلت مدرس انجليزي ومدرس سواقه عشان اقدر اصرف على والدتي. انت بقى بتشتغلي ايه وبتعملي ايه في حياتك؟ فقالت له بصراحه كده انا ما بحبش اتكلم عن حياتي. قال لها انت من عيله الستات اللي بيحبوا يبانوا غامضين وكده؟ فقالت له لا مش الفكره خالص، بس الناس الايام دي بيحبوا يعرفوا كل حاجه عن الناس. فالش قال لها بس انا مش مهتم اعرف حاجه عن بيت الناس، انا حبيت اعرف حياتك انت. لما الشاشه اللي وراها جابت ديفيد على الاخبار بيتكلم عنها بس توالش عشان تشتت انتباهه لحد ما الخبر عدى. استغرب ليه عملته أليكس، قامت بسرعه ومشيت من المكان. لما رجع للاوتيل صاحبتها قالت لها الواد طلع اتكلم في الاخبار والخطه ماشيه زي ما احنا عايزين بالظبط. أليكس قالت لها انها بس راجل غريب، فصاحبتها استغربت اللي هي عملته وقالت لها مش خايفه يطلع يتكلم عنك ويعمل لنا مشاكل؟ فقالت لها حيلك حيلك، هو ما يعرفش انا مين اصلا وانا كنت مبسوطه معاه لان اول مره احس ان على طبيعتي واللي قدامي مش عايز مني حاجه، وبعدين انا بوستو عشان ما يشوفش ديفيد في الاخبار، وبعدين والش اخلاقه مكارم. فصاحبتها قالت لها بقيه الناس معاهم موبايلات وممكن تتصوري في وضع مش تمام، احنا جايين هنا ننفذ اللي حصل في الحفل السينمائي، فخلي بالك لحسن نقع في مصيبه ثانيه. ثاني يوم راحوا للمدرسه مع ديفيد عشان ياخدوا موافقه مدير المدرسه على انها تحضر معاه لحفله التخرج. المدير طلع من الفانز بتاعها وقال لها انه موافق طبعا انها تكون ضيفه شرف في الحفله. عرفهم على قبل انتصار الكياد ام صرم. قالت لهم وهي بتضحك انا بس اتمنى ان وجود الفنانه ما يكونش تاثير وحش على الطلاب. أليكس قالت لهم عاملوني كاني واحده منهم من غير اي امتيازات، انا ما عنديش مشاكل. هنا خطرت لصاحبتها فكره جهنميه وطلبت من المدير ان أليكس من النهارده لحد يوم الحفله تحضر الحصص مع ديفيد كانها تلميذه معاهم في المدرسه. بعد ما خرجوا من المكتب بتاع المدير أليكس كانت مستغربه اللي صاحبتها عملته، لكن صاحبتها بررت وقالت ان دي حاجه تخلي شعبيتها تكبر وتبان متواضعه قدام الاعلام، فترجع للشاشه من تاني. وقالت لأليكس كمان احنا لازم نستغل كل العيال اللي حوالينا دول عباره عن دعايه مجانيه يا بيبي ولازم نستخدمهم صح. لما راحت مع ديفيد لحصه الاستاذ والش الاخير اتصدم لما شافها، اتصدم اكتر لما عرف انها ممثله مشهوره وكذبت عليه في حاجات كتير لما اتكلموا مع بعض امبارح. موضوع الحصه كان عن علاقه روميو وجولييت، فوالش استغل الموضوع وقال ان لولا كذب جولييت كان علاقتها بروميو هتنجح، وهنا بيلقح بالكلام على تصرف أليكس. والاخيره قالت له بس جولييت ما كذبتش، روميو هو اللي ما اداش فرصه طول الحياه كامله. ديفيد قال له والش انا مش فاكر ان قصه روميو وجولييت كان فيها الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. والش قال له الفنانه بس ما تعرفش القصه الحقيقيه. فأليكس قالت له مشهد كامل من الروايه والعيال كلهم سقفوا لها. بعد نهايه الحصه ديفيد رجع له الكتاب بتاعه وقال له انا مش مصدق ان أليكس قال انها تكون معايا في حفله التخرج. بينما أليكس لما شافت هايدي شكرت على انها ادتها الهدوم بتاعتها تهرب بيها من الصحافه، وبعدين قالت لها هو انت ليه ما رحتيش مع ديفيد لحفله التخرج؟ هو ما طلبش مني كده؟ هايدي قالت لها انا وديفيد اعز اصحاب لبعض وامره يهمني فوق مما تتخيلي، انا عارفه انت هنا ليه، انت لا همك حفله التخرج ولا همك تفرحي ديفيد زي ما بتقولي، انت وصاحبتك هنا عشان دعايه جديده ترجعي بيها للشاشه من تاني، الحفله مهمه لديفيد ولو اذيتي مشاعره انا هفضحك على السوشيال ميديا. هايدي مشيت وأليكس لما شافت والش قالت له انا عايزه اتكلم معاك على انفراد، لكن قبل ما تاخد فرصتها انتصار ام صرم جت وقالت له انت فين، انا بدور عليك من بدري عشان اجتماع تنظيم الحفله. أليكس طلبت منهم تحضر الاجتماع عشان تسمع اقتراحاتهم وتشارك فيها. وهم في الاجتماع أليكس اقترحت عليهم انهم يعملوا حفله التخرج بنظام جديد عشان الحفله تكون مميزه. لما التصويت كان لمصلحه فكره أليكس قبل انتصار المسرعه مع نارها قالت وغارت منها، قالت لها بس احنا ما عندناش فلوس كفايه. فأليكس قالت لها انا هدفع التكاليف زياده. قبل انتصار بعد الاجتماع قالت له والش ما كنتش اعرف انك من الفانز بتوعها. فلا انا لا اعرفها ولا اعرف افلامها حتى. قالت له امال شجعت فكرتها ليه؟ فلا انا ما شجعتهاش، هي قالت فكره تعجب الطلاب، دي حفله تخرجهم هم مش احنا. فانتصار ام صرم قالت له بالظبط كده، حفله تخرجهم مش حفله الفنانه تعملها على كيفها. والش بعد كده لما راح للعربيه اللي بيعلم بيها السواقه اتفاجئ ان أليكس فيها، قال لها انت بتعملي هنا؟ فقالت له ما احنا نتكلم، يعني هنتكلم، انت مش هتاخد عني فكره وحشه وخلاص. قال لها انت هتروحي للحفله مع واحد من طلابي، احنا ما ينفعش تكون مع بعض دلوقتي اصلا، وبعدين اطلع من الجراج ونتكلم بعيد عن هنا. فقالت
له هو انا ما قلتلكش، هو انت ما تعرفش، هو انت ما تعلمش يا برو، مش انا ما بعرفش اسوق فلا انت اكيد بتهزري. واليكس قالت له بجد بكلم بجد انا ما بعرفش اسوق، طول حياتي كان عندي سواقين هم اللي بيودوني ويجيبوني. بولش قال لها يبقى نعتبر دي اول حصه في تعليم السواقه. هم في الطريق قال لها هو انت ليه ما قلتيش الحقيقه من اول مره؟ قالت له مش عارفه، يمكن كنت مستمتعه عشان انت مش عارف انا مين وبتتعامل معايا بشكل طبيعي بعيدا عن اليكس الفنانه. قال لها ايه مشكلتك مع اليكس الين الفنانه؟ فقالت له كل ما حد يقرب مني بيكون عايز مني حاجه، محدش بيقرب مني خالص عشان يعرفني لنفسي ويتعرف على طبيعتي الحقيقيه. كل اللي خرجت معاهم في ديت وارتبطت بيهم بكتشف النهايه انهم قربوا مني عشان يتشهروا على قفايا، واول ما بيتشهروا بيتخلوا عني ويسيبوني بدون اي مبررات عشان كده انا لسه سنجوله. انت بقى لسه سنجوله ليه؟ فقالها انا اتربيت في اسره لابويا وامي عاشوا قصه حب انتهت بجواز سعيد لمده 30 عاما. قلت له طب ما دي حاجه حلوه يا ابني، انت ليه متعقد بقى؟ فولش قال لها مين قال اني متعقد منها، انا بس سقف طموحاتي على وبيت عايز حد يعيش مع نفس الحياه السعيده اللي هم عاشوها بحب مع بعض، قضوا مع بعض وقت لطيف، هي ناسيه ان ديفيد بيستناها عشان يخرجوا مع بعض. ولش لما وصلها لها انت قلتي انك بتكرهي ان الناس تقرب منك عشان عايزه حاجه، ايه اللي خلاكي تقبلي بطلب ديفيد منك؟ قالت له قال كلام حلو واشعار في الفيديو وانه بيحلم اني اروح معاه للحفله فوافقت. ولش شبه على الشعر اللي هي قالت عليه وبدا يفكر فيه لما نزلت اداها درجه السواء بتاعتها وقال لها رقمي موجود على ظهر الورقه، لو حبيتي تنزلي معايا دروس سواقه تاني كلميني. وراح مودعها ببوسه بريئه جدا على الخدين. كل ده كانت اخت ديفيد القروبه مصورانه البلكونه، ورته لصاحبتها والاخيره قالت لها هو في حد تاني شاف الفيديو ده؟ اخت ديفيد قالت لها لحد دلوقتي بس ما حدش شافه، بس لو الفنانه غدرت باخويا وسابته قبل حفله التخرج انا هنزل الفيديو ده في كل حته. راحوا كلهم للكافيه اللي بتشتغل فيه هايدي والاخيره كانت غيرانه على ديفيد منها، لما لاحظ انها مش على طبيعتها قال لها مالك؟ فقالت له انت ايه اللي خلاك تجيبها هنا؟ ديفيد قال لها انا بحاول استمتع باهم لحظات في حياتي، هو انت ما تقدريش تفرحي لي خالص يا هايدي؟ كارولين ام دم تقيل بنت اللذينه جت وقالت لديفيد انت اكيد فرحان اني رفضت اروح معاك للحفله مش كده؟ دلوقتي معاك القمر الفنانه بتاعتنا، وطلبت من اليكس انها تتصور معاها. اليكس في لفته حلوه رجعت حق ديفيد منها وخلته يقوم يتصور معاهم. اخته القرويه قالت لها دي كانت هتشيله من الصوره على فكره. فاليكس قالت لها ما انا عارفه عشان كده خليته هو اللي في النص. وقالت لديفيد كمان انا لو كنت معاك في المدرسه كنت هوافق اول ما تطلب مني اروح معاك للحفله. بعد السهره ديفيد لما قالها انه عايز يكون في علاقه معاها فقالت له انت ولد كويس يا ديفيد، وانا متاكده انك في المستقبل هتلاقي شريكه تخليها مبسوطه فرحانه بوجودك في حياتها. في الوقت ده والش عمل سيرش على اليكس الين وشاف الفيديو اللي ديفيد كان عامله لها، واكتشف ان ديفيد سرق الاشعار بتاعته من الكتاب بتاعه ونسبها لنفسه عشان يلفت انتباه الفنانه المشهوره. في يوم واجه ديفيد بالموضوع فديفيد اعتذر له. والش اخلاهم مكارم وقلبه طيب قال له انا مسامحك بس بعد كده ابقى اتعب والف الشعر بنفسك. صاحبه اليكس لما عرفت انها بتخرج مع والش راحت له المدرسه وقالت له لو انت فاكر انك هتقدر تضحك على صاحبتي عشان تحقق مرادك منها تبقى غلطان، لو عايز فلوس عرفني. فقال لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت له لو علاقتك باليكس بقت علنيه انت كمان حياتك هتكون علنيه للسوشيال ميديا كلها. قال لها عادي انا ما عنديش اي حاجه اخبيها. فصاحبه اليكس مشيت وهو بتقول له كلنا عندنا حاجات نخبيها يا برو. خرجت من عنده واتصلت بحد يجيب لها معلومات عن والش من يوم ما اتولد لحد دلوقتي. قبل انتصار ام صرم لما شافت الطلبه مبهورين بتخطيط اليكس لحفله التخرج ومحدش مديها اي اهتمام، نار الغيره ولعت جواها. سبتها ومشيت. قالت له والش انا مش هسمح للفنانه المشهوره تيجي تعدل علينا شغلنا وانا هلاقي الحل المناسب ناو. ديفيد لما راح يقعد مع كارولين والبنات كارولين احرجته وقالت له انت من غير اليكس محدش عايزك. راح قعد جنب هايدي فقالت له هم طردوك ولا ايه؟ قال لها مش لازم تحرجينا يعني، انا اسف على اللي انا قلته في الكافيه امبارح، انا بس كنت متوتر شويه. هايدي قالت له انا مبسوطه فخوره جدا بيك على فكره، الشعر اللي انت كتبته وقلته لاليكس في الفيديو تحفه. ديفيد قال لها بصراحه كده الشعر ده انا مش مالفه، انا سرقته من كتاب الاستاذ والش. هايدي قالت له يبقى لازم تقول لها الحقيقه وتعتذر للاستاذ والش. فديفيد قال لها اعتذرت له بس مش هينفع اقول لها دلوقتي، وبعدين مين مهتم لو كان كلامي مسروق ولا لا، المهم ان ده تخليها توافق تحضر مع الحفله. هايدي قالت له انت لازم تقول لها، واتعصبت عليه فقال لها بقول لها بعد حفله التخرج. فاتخانقت معاه وسابته ومشيت. اليكس وهي بتجهز حاجه الحفله اتعورت في ايدها ووالش الاخلاق والمكارم ساعدها. الكلام جاب بعضه وعرف انها ما حضرتش حفله التخرج بتاعتها لانها ما كانتش محبوبه في المدرسه ومحدش طلب منها تروح معاه للحفله، فعملت حفله التخرج على الضيق في اوضتها واحتفلت لوحدها. قبل انتصار ام صرم راحت للمدير وقالت له في مشكله صغيره بخصوص الفنانه عايزه اتكلم معاك فيها. اليكس لما رجعت الفندق صاحبتها قالت لها انا طلبت من حد يجيب لي معلومات عن والش واتصدمي من اللي انا عرفته. قالت لها انت عايزه تبوظي علاقتي باول واحد مش عايز مني حاجه ليه؟ فصاحبتها وريتها الكتاب بتاعه وقالت لها متاكده انه مش مقرب منك عشان هدف معين. هنا اليكس اعتقدت ان والش كان بيمثل عليها البراءه وكان مقرب منها عشان توصله لمنتجين كبار يكتب لهم افلام. تاني يوم تجاهلته وعرف منها انها شافت الكتاب بتاعه. قالها انا ما قلتلكيش عليه لان مفيش فرصه جت
حبيت نتكلم عنه. قلت له يمكن انت استغلت الولد الغلبان وعملته طعم عشان توقعني في الفخ بتاعك وتتشهر على قفايا انت كمان، لان عمري ما فكرت اكتب افلام اصلا، ده كتاب شعر. فليك سالت له انا كنت فاكراك مختلف بصراحه، ولش قال لها انا ما كنتش اعرف انت مين اصلا. فقلت له انت بتقول اي هبل، انا نجمه هوليوود يا ابني. ولش قال لها هي دي مشكلتك، معتقده انك محور الكوكب وكل اللي حواليك عارفينك، وفي الحقيقه انت بقيتي مزيفه وخايفه اي حد يقرب منك ويتعرف على طبيعتك الحقيقيه. انا اخر حد ممكن يفكر يقرب منك عشان يستغلك. وراح واخد بعضه وماشي، وكل الحوار بينهم كانت هايدي سمعته. المدير قال لالكس بعتذر لك جدا، لان الابله انتصارم وصورم اخلاق ومكارم قالت لي ان في قانون يمنعك انك تحضري مع ضيفه الحفله. قلت له وده ليه؟ فقال لها لان اللي تحضر معاه لازم تكون اقل من 21 سنه. فقلت له خلاص هحضر معاه كمرافقه عاديه. قال لها ما هي قبل انتصار قالت لي برضو ان القانون بتاعنا بيقول ان المرافقين لازم يكونوا يا من الاهل يا من هيئه التدريس. انتصار الحربوقه في الوقت ده كانت بتحوم على ولش. اليكس جات وقالت لها ما اعرفش انك حاقده عليا، انا كنت عايزه اخلي حفله التخرج حلوه. انتصار ومصر قالت لها معلش بقى يا بيبي، كل ما كان له قوانينه اللي تمشي حتى لو على نجمات هوليوود. اليكس قالت لها تصدقي بقى انك ماره بنت لذينه، واخدت بعضها ومشيت. الشنطه بتاعتها وقعت على الارض، فهيتي جت سعيده وقالت لها وانت تستسلمي كده بسهوله؟ ديفيد كان مستني الحفله دي من زمان. فاليكس قالت لها طب ما تروحي مع انتي، انتوا الوحيدين اللي مش شايفين انكم مناسبين لبعض، انما انا وكل الناس شايفين العكس، انتوا بتحبوا بعض على فكره وعلاقتكم اكبر من مجرد صداقه، فلازم تروحي مع الحفله. اوعي تضيع الفرصه دي من ايدك وتخلي واحده تانية تروح مع الحفله حتى لو كنت انا الوحده دي. اخلاق ومكارم اخذت هايدي معاها للفندق، روهت عليها هي وصاحبتها وجهزتها عشان تروح للحفله مع ديفيد. وكرد للدين هايدي قالت لها انا عايز اقول لك حاجه عن الاستاذ والش، انا سمعت الخناقه اللي حصلت بينكم، وفعلا والش ما كانش يعرف انك ممثله اصلا، وعلى الفكره الكلام اللي قاله ديفيد في الفيديو هو اللي مألفه وديفيد سرقه منه. قالت لها وهو ما رضيش يقول لي كده بنفسه ليه؟ قالت لها لانه انسان طيب وخفي يبوظ الحفله على ديفيد. اليكس قالت لها يعني انا دلوقتي خسرت الانسان الوحيد اللي ما كانش مقرب مني عشان مصلحه. ديفيد لما راح للفندق يستنى اليكس بعتت له فيديو بتقول له في ان حسب قانون المدرسه مش هينفع تروح مع الحفله. قالت له انا بعت لك واحده مكاني كانت هي الاحق انها تكون معاك من الاول، فوعد زعلها او تضيعها من ايدك تاني يا حمار. اخذ هايدي اللي زي القمر عشان يروحوا لحفله التخرج مع بعض. ولما وصل الحفله والش استغرب وقال له انت مش كنت هتيجي مع اليكس؟ ديفيد قال لها ما هي قوانين المدرسه هي اللي منعتها. فوالش استغرب كلامه. طلع المدير قال له هي قوانين ايه اللي تمنع اليكس انها تحضر الحفله مع ديفيد؟ المدير قال له انا فتشت في القوانين دي لقيت ان ده مش حقيقي، واكيد ابله انتصار كانت فاهمه غلط. والش لما سمع انتصار بنت اللذينه هي السبب قرر انه يغزها وطلع على الاوتيل عشان يجيب اليكس. الاخيره اول ما شافته اعتذرت له وهو بطيب قلب اداها ورده وقال لها يلا عشان نروح للحفله مع بعض. انتصار سالت المدير عن والش فقال لها مش عارف راح فين. اتفاجئت لما شافت والش داخل وفي ايده اليكس، ومشاعر الحب بينهم مديها بالجامد قوي جدا. وانتهى الفيلم بان اليكس بقت مع والش وهايدي بقت الجيرل فريند بتاع ديفيد. في الحقيقه والواقع رساله الفيلم اللي شفتها لا ليها علاقه بديفيد ولا بالحب، انما رساله صريحه بتقول لك لو عايز الخير يجيلك ما تبقيش بصرمه وكياده وبتبصي للي في غيرك، والا مش هتاخدي غير على دماغك، والنسوان السالكه هي اللي هتتهنى وترتاح يا مصرم. وبس كده، والحد هنا يكون الملخص انتهى. والفيلم ده من تلخيص وكتابه كرم خير الله، هتلاقوا لينك القناه بتاعته في التعليق المثبت، اشتركوا فيها ناو. كان معكم طبيب مختص في استئصال الاسرام الورمه عند النسوان الكياده، اخوكم محمد الشامي من قناتكم بتتنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.